الموقف وتنفيذ القرارات العاجلة لمساعدة المتضررين. منهم لله ولاد الحرام اللي كانوا السبب. انت مش رايح الشغل ليه يا وجد؟ مالك يا اخويا كده مش على بعضك من ساعة ما صحيت؟ تحمر فوق العشرة دول. 186 مواطنا في جميع المحافظات. كم راجل وكم ست؟ 3500. ربنا يصبر امهاتهم. 482. ربنا يصبر امهاتهم اللي هيتحرق قلبهم عليه. الرئيس يأمر بإعانات عاجلة لأسر الضحايا والمصابين ويتابع الموقف أولا بأول. 1100 شقة لإيواء المتضررين. استر يا رب. إعانات مالية عاجلة. دي أمارة مية صاحبتي يا بابا. أمارة مية صاحبتي أنا عارفها. لا ادخلي ادخلي. ما تروح تاني خلينا نتكلم. ادخلي بقى ادخلي ادخلي. هو ينفع كده يا عم جد تسيب البنت تروح يا ستي مع الاستاذة سميح؟ ادخلي. حرام عليكم. استر يا رب. ماما قومي نامي جوه. ادخلي جوه. لا معقولة انام من غير ما اطمن عليها؟ هستناها لما تيجي. يا رب. بدأت أقلق. اتأخروا قوي. أنا مش فاهمة أساسا أنت سبتها تروح لوحدها ليه؟ أفهم. كنا قلنا كده زاد. مش دي سميحة اللي كنت بتسيب البنت معاها ليل ونهار؟ الوقت بقت كخة؟ البنت السارة هتعملها إيه يعني؟ صلوا على النبي يا جماعة. استغفر الله العظيم يا رب. صلوا على النبي يا جماعة. السلام. السلام. أنا هروح ألبس وأشوفها فين؟ ربنا يجيبها بالسلامة. شوفني. اهي جت كده برضو يا سميحه. اتاخرت كده ايه؟ تعالي يا حبيبتي. اهي يا ست اهي. السلام عليك يا دخلي. كده يا سميحه دخلي بنتك تستريح يا زاد. دخلي بنتك تستريح. سيب البنت. مالك يا حبيبه ابوك؟ مالك؟ ها ايه اللي حصل؟ ايه بنت اللي حصل؟ واحنا اختي العماره ادكها اللي بتقول عليها دي لانها كوم تراب. كوم تراب. كوم تراب كلها. عمالين يا اختي طلعوا جثث مهروسه من تحتي. قالوا لي روحي روحي شوفي المستشفى اللي هنا دي. مستشفى اليوم لسه تقريبا. روحنا المستشفى لقيني ابوها منهار. منهار يا عين امه. يا اختي قال لك امه ماتت ومراته ماتت واخواتها وكلهم ماتوا. كلهم ومي صاحبتي هدي ماتت يا كمان. الله يرحمه الله يرحمه. مي ماتت. انا ما قدرتش استحمل. أنا ما قدرتش أستحمل وأخدت البت. البت كانت منهارة. البت ما كنتش عارفة تلايم عليه. أنا كمان ما كنتش قادرة أستحمل المنظر ده. ما كانش المفروض بتك تروح تشوف ده. ما كانش المفروض تروح تشوف ده. أنا هروح أشوف أسميها. خدتيها ليه يا أختي؟ خدتيها ليه بس؟ مع السلامة كتر خيرك. يلا يا أختي روحي شوفي جوزك. ما بتردش عليا ليه يا وجدي؟ بقالي ساعتين يا اخويا عمال احكي لك اللي حصل لي طول النهار. مش لاقي كلام اقوله. الله يرحم الجميع. يا اخويا
يا اخويا ده انت ما هنش عليك تروح تسال على البت اللي حرقه نفسها من العياط على صاحبتها. بقول لك ايه، انا مش فاضي اروح ولا اجي. انت مش انت رحتي خلاص؟ خلاص فضيناها سيره. اسكتي بقى، انا فيا اللي مكفيني. فيك ايه يعني؟ اوه ما بقول لك فضيها سيره يا سميحه، اسكتي بقى واطلعي من دماغك. فيا لبت وعد، اطلعي من دماغي بقى يا شيخه. خير يا رب. اتوقتي شنكيتي؟ نعم خير. معانا امر من النيابه بالقبض عليك. يا نهار اسود، عملت ايه يا وجدي؟ استني، ليه؟ في ايه؟ اكيد انت عارف ليه. اتفضل معانا بقى من غير شوشره. عارف ايه؟ طيب بعد اذنك يعني هغير هدومي. لا. في ايه؟ عملت ايه يا وجدي؟ هببت ايه؟ هاتوه. يا نهار اسود، يا وجدي رد عليا قول لي عملت ايه؟ يا وقتي. سلام. مين؟ أنا سميحة. مين؟ أنا سميحة. خير يا سميح؟ في ايه؟ مين؟ لا مؤاخذة، في ايه يا سميح؟ الحقيني يا بنت، الحقيني. أخد وجدي، أخد وجدي. مين اللي أخده؟ أخد وجدي على الاسم، اللي أخد وجدي على اسمي. أنهي اسم؟ اسم النوزي. طب اهدي بس، ما تعملش في نفسك كده، أكيد حاجة بسيطة. سمع الله، سمع الله. أنا هروح أغير وجهي معاك، هتلاقي حاجة بسيطة إن شاء الله. خليك من الوقت. إن شاء الله حاجة بسيطة، ما تقلقيش. طب خدوه إيه؟ خدوا ومش عايزين شوشري. قال توك اخدوا جيت لك على طول. طب عبد المجيد هيلبس على طول وينزل معاك ان شاء الله خير. ما تقلقيش، ما تقلقيش. شوفي لي شراب يا زاد. حاضر. طب اروح اساعده بس. اقعدي بس، اقعدي شويه سميحه، ثانيه واحده. حاضر يا عبدو، حاضر.